عندك؟ لا أعتقد أني مريض بمعنى المألوف، وأعني أني لا أشكو عرضا من الأعراض المرضية المألوفة، ولكني أشعر بخمود غريب. هذا كل ما هنالك؟ أظن هذا. لعله من الإجهاد المستمر. ربما، ولكني لست مقتنعة تماما. طبعا، وإلا ما شرفتني. الحق أنه نتيجة لذلك الخمود ماتت رغبتي في العمل بحالة لا تصدق. ليس تعبا بمعنى المألوف، يخيل لي أني ما زلت قادرا على العمل ولكني لا أرغب فيه، لم تعد لي رغبة فيه على الإطلاق. تركته للمحاسب المساعد في مكتبي وكل القضايا تؤجل عندي منذ شهر. ألم تفكر في إجازة؟ وكثيرا ما أضيق بالدنيا، بالناس، بالأسرة نفسها. في الأفار اقتنعت أن الحالة أخطر من أن أسكت عليها، فخطر لي على سبيل الأمل أني سأجد لذلك سببا عضويا. ما أجمل أن تحل مشاكلنا بحبة بعد الأكل أو بملعقة قبل النوم. عزيزي المحامي الكبير، لا شيء البتة. لا شيء بك، ولكن العدو رابط على الحدود. ابتدى بالطعام والتزم برياضة كالمشي، فلن تلقى ما تخشاه. ألم تكتب لي أي دواء؟ الدواء الحقيقي بيدك أنت وحدك.